على إذ التصريحات التي أدلى بها السيد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية السابق لمجلة جن أفريق الواسعة الانتشار بتاريخ 15/4/2021 التي ضمنها بشكل واضح وصريح القول بين قوسين أن النواب الجمعية الوطنية تلقوا 300 مليون أوقية مقابل مصادقتهم على إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق، انتهى القوس. في بعض ملفات العشرية بدون أن يقدم أدلى دليل على صحة تصريحاته، قررت مجموعة من نواب الجمعية الوطنية إسناد مهمة الدفاع لفريق من المحامين من أجل تقديم شكاية لتحريك الدعوة العمومية حول هذه الوقائع التي وصفتهم بنعوت مخلة بالقيم والأخلاق، وخاصة أنها متعلقة بمن يفترض فيهم الاستقامة والنزاهة التي على أساسها منحهم الشعب ثقته. الأمر الذي شكل عظيم الضرر لكافة نواب الجمعية الوطنية مما دفعهم للجوء إلى القضاء قصد إنصافهم وإعادة الاعتبار لهم، علما أن هذه الوقائع تقع تحت طائلة مقتضيات النصوص القانونية التالية: القانون الجنائي، قانون حرية الصحافة، قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات. وفي هذا الإطار فإن فريق الدفاع تقدم بالشكاية إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتها إلى الضبطية القضائية للبحث والتقديم. وعليه فإنه حرصا منا على إنارة الرأي العام سنوافيه بتطورات القضية عند الضرورة، مع التزامنا دائما وأبدا بواجب التحفظ المهني.